وبدأوا واحد قشر واحد قطع في الأول. اللي قطع في الأول هذا أكيد بيقشر بعد شوي. كذا صغيرات يا أدهم، كبرها شوي. أوه ما خلص قطعتها كلها، باقي موزة ثانية. الموزتين بتسويهم حلو، تبغاها كذا خليها كذا، لكن كل هذا في التقييم داخلي. والآن كل واحد فيهم يعني خلاص، الآن أدهم قاعد يقشر القطع، بتاخذ منه وقت أكبر. ما بتاخذ وقت؟ طيب ما يخالف. اي نعم كذا خلاص كذا تمام. ايوه بعد كذا بحطها، بعدين تحط عليها في زبده الفول السوداني. ايوه بس خليها بالمعلقه، خليها داخله شوي. اي نعم، حط عليها زبده فول سوداني، شيل المنديل عشان ماشي تقدر تستخدم هذه الاشياء. حلو. حلو جميل. وانت كمان حط عليها زبده فول سوداني. حلو، فكره ذكيه. بعدين جوز الهند. حلو، مالك مركز ما شاء الله عليه. وكذلك أدهم، عشان يكفيني في كل. حلو حلو يا أدهم، حلو الفكرة. خلاص غلفناه هنا زبدة الفول السوداني، نحط عليه جوز الهند، نحط عليه جوز الهند شوية بس عشان لسه بنحط الشوكولاته كمان. ممكن بعد ما نحط الشوكولاته نحط، اذا بغينا نحط شويه جوز هند، نحط شويه الشوكولاته الصغيرات هذه. بعد كذا احط الشوكولاته الصغيره؟ لا هذه في الاخير المفروض، بس انت خلاص انت وطبختك، لكن اهم شيء او طريقتك. اهم شيء الان حط الشوكولاته، هذا اهم شيء. بتوعمين. حلو طيب. خلى صغيره. ولا انت اللي كبرت المساحه شوي؟ خلى صغيره، فانا هحاول اعمل حاجه كده. طيب حاول تتصرف، إذا ما ضبطت معاك خليها على جنب وسوي واحدة ثانية، لكن بسرعة عشان الوقت. وأنا هعمل كم موزة؟ سوي اثنين. اثنين؟ إي نعم. اثنين. نقطة واحدة ثانية. يلا باقي لك واحدة ثانية. حلو؟ وأنا جات لي فكرة أحلى، عشان إيه الموضوع ده اللي أنا حلو، بس مو كذا، يعني كذا ممكن تصير شكلها أحسن. ماشي. طبعًا. عندنا ورق زبدة طبعًا، أجيبه لك. هات صحن الشوكولاته هنا. احطها في الصحن اللي قدامك، الصحن اللي قدامك. طيب عايز ورق زبده، طيب عشان ما تلزقش فيه. طيب تمام بجيبه. او مناديل حاجه عشان الشوكولاته. بس خلاص كذا غلفنا هذه، كذا هذه جاهزه. طيب احطها كذا على طول. طيب هذه ورق الزبده، حطها عليها. بعدين نقطعها. حلو. حلو. هذه اللي عند مالك. طيب. حلوة صغيرة هذه يا آدم، أدهم. حلو. حلو، مالك قاعد يجهز الثانية. أنا بند النظافه شكله كده يبقى إيه. طيب بند مهم في التقييم اللي معنا. طيب عشان ساعدت مالك شوي، خليني بساعد. في موزة ثانية، خلينا نسوي واحدة بشكل أفضل. ثواني. طيب شوف كده مضبوط. وكذا كمان مضبوط. قلنا لكم ثلاثة تقريبا مناسبة. هذه معنا. طيب عطني ال في مشكلة الأسنان. أنا أقلع الجوانتي، أنا مش هزرها. عطني عوادي الأسنان هذه، عايز أقلع الجوانتي بس. طيب بعدين حط عليها، غلفها بالفول السوداني. ثانية خليك في هذه، هذه أفضل، خليك عندي. تعمل كذا أحسن. طيب ما يخالف. خالد حاولت أساعدك بس أنت ما تبغى. أنا بس مش عارف أشيلها، بس قاعد بتوعها. ما يخالف. هذه خلاص، وهذه ثاني. تدي بس عشان ما عرفتش احطها. حلو، هذه ثاني واحدة. شايف الفرق؟ حط عليها كلها شوكولاتة. قطع بقى موزة ثانية؟ كلها غلفها. طيب ما يخالف. طيب ضبط المقادير وضبط الأحجام كمان مهم. عندنا في هذا التحدي. طيب حلو، انا عندي الموزه بتلزق في الشوكولاته، فلما باجي اطلعها بالخله ما بتطلعش. ما تطلع معك. طيب شوف عندنا اثنين سواهم مالك ما شاء الله بدقه واحتراف. طيب الان، طيب عشان الوقت
عشان الوقت اللي عندنا. مالك سوى اثنين وخلصهم وانت سويت اثنين وخلصتهم، لكن قاعدين ما شاء الله الشباب يبغون يزودون اكثر. طيب اصدقائنا الان خلصنا هذه وحطينا عليها الشوكولاته وكل شيء، بنحطها في الفريزر لمده 10 دقائق او ربع ساعه لين الشوكولاته اللي عليها تتماسك اكثر وتتثلج عشان نقدر ناكلها. هذا هو شكل الطبق النهائي، الحلى اللي معانا اليوم. هذه الاطباق، طبق مالك وطبق ادهم ايضا. الشكل مقبول، الشكل جميل، هو يعني حلو، فيه ابداع.